السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذه الندوه الحواريه ضمن فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب في دورته الرابعه، والتي ستتناول موضوع الاستدراج بين التحديات والمعالجات. ارحب بضيفي في هذه الندوه العميد الدكتور حسن هادي لذيذ، مدير قسم الامن السيبراني في وزاره الداخليه. اهلا بكم سعيد. اهلا وسهلا بك. حياك الله. بدايه نتحدث عن مفهوم الامن السيبراني. قبل ما نبدا بالامن السيبراني لازم نعرف مفهوم او مصطلح الفضاء السيبراني. الفضاء السيبراني هو عباره عن اجهزه الكترونيه متصله بسلك ما، سواء كانت سلكيه او لا سلكيه، تحتوي على انظمه تشغيل، برامج تطبيقات وبيانات. فهذا هو الفضاء السيبراني. الامن السيبراني وهو الادوات والسياسات والاجراءات الخاصه بحمايه هذا الفضاء السيبراني او الهجوم عليه. فهذا بشكل مبسط المفروض من المعلومات عامه. هو كفرق بين المعلومات هو كفرق سوء فهم او مصطلح غير سائد بانه امن المعلومات وكل الامن السيبراني. امن المعلومات المقصود به هو المعلومات سواء كانت ملموسه تنجبر او تنجبر ملموسه او غير ملموسه. الامن السيبراني مهتم فقط بالمعلومه الرقميه صفر واحد في هذا الفضاء السيبراني. تدني عبارة عن الأنظمة، أنظمة التشغيل، برامج التطبيقات وهذه البيانات. يصير لبس بالمفهوم صح. أكثر الناس مثلا يمسك ورقة كتاب يعني ورقة قيادية. هذه الورقة ملموسة. فالأمن السيبراني غير معني حماية هذه الورقة. ولكن عندما تدخل هذه الورقة تكون ضمن الحاسبة تكون بالضبط تكون مهمة الأمن السيبراني بالضبط. جيد. شلون نقدر نعرف سياسات الأمن والمعلومات في العراق؟ بالحكومة العراقية سنة 2020 تم إقرار سياسة وطنية، سياسة أمن المعلومات وسياسة البيانات سنة 2020. سنة 2023 تم إقرار ثلاث سياسات مهمة في البلد. أولاً سياسة الأنظمة الآمنة، وهي مسؤولة عن تأمين أي نظام إلكتروني في البلد. طبعاً هذا تم إحنا دائماً نقول لا نستوي عجلة، نشوف الآخرين شو مسويين ونحاول قدر الإمكان نحتسب ما تستجر على بلدنا. فتم بالفعل اطلاع على النموذج الامريكي، البريطاني، الاسترالي، الاتحاد الاوروبي، اضافه الى دول الجوار. السعوديه حاليا المرتبه الثانيه بالعالم في مجال الامن السيبراني. فتم اقرار سياسه الانظمه الامنه، وبعد نزاعها في وزاره الداخليه تم مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وتم اعمامها على كافه مؤسسات الدوله. هذه فيما يخص الانظمه. اما فيما يخص العراق مقبل على تحول رقمي. العمود الفقري لاي تحول رقمي هو الامن السيبراني. بس تقريبا الخطوات بدات. اكيد احنا هذه السنه ان شاء الله الدفع الالكتروني، الانظمه الالكترونيه وخاصه المتعلقه بالبيانات المواطنين. وتم ايضا اقرار سياسه مراكز البيانات الامنه من اجل تامين مراكز البيانات اللي تحتوي على هذه الانظمه. وثم اخيرا قبل اسبوع جمهورنا الكريم، شنو هذه المراكز بالتحديد وشنو هذه البيانات؟ تمام. في البداية احنا كحكومة عراقية عندنا NDC National Data Center، مركز البيانات الوطني. صار ضمن الحكومة حاليا مركز بيانات معلومات في معلومات كل الشعب العراقي. احنا الأنظمة بالحكومة الأنظمة المتعلقة بأكثر من وزارة الآن بإمكان صداقتها في مركز بيانات وطني. يعني بعد مركز بيانات تدخل خارج العراق. تمام؟ هذا ما يخص المركزية. اما فيما يخص السؤال يعني وضع التخزين خارج العراق بالبيانات. سابقا ما كان عندنا مركز بيانات، يعني مثلا لما جهه سواء كانت بالقطاع العام بالقطاع الخاص تريد تسوي موقع الكتروني، الاسواق مالته غالبا تكون مثلا على الكلاود، على امازون كلاود، على جوجل كلاود. حاليا كبيانات حكوميه سوينا هذا مركز البيانات الوطني، اضافه الى مركز بيانات في كل وزاره تخصصيه. فبعض البيانات حساسه في وزاره الداخليه، بطاقه المعلومات البطاقه الموحده، الجواز الالكتروني، حتكون في مركز بيانات خاص وزاره الداخليه. ولكن بعض الانظمه المتعلقه باكثر من وزاره راح تكون في مركز البيانات الوطني. فصارت السياسه لتنظيم هذا تناقل البيانات، اول شيء سياسه 2020 سياسه امن المعلومات تناقل البيانات، وبال 2023 سياسه الانظمه الامنه ومراكز البيانات الامنه. طيب تمام؟ من اجل تامين هذه مراكز البيانات وهذه الانظمه. قبل شهرين تقريبا تم قرار سياسه المكتب الامن. وهذه طبعا سياسه مهمه جدا لتامين كافه المحطات الطرفيه. المحطات الطرفيه اللي تحتوي على انظمه الكترونيه. هذا ما يخص السياسه الامنيه. شو بيعمل هذه المحطات؟ المحطات الطرفيه مثلا انت عندك في البطاقه الموحده في الجوازات عندك حاسبات متصله في مركز بيانات. فاحنا مهتمين بتامين هذه المحطات. يعني قبل اسبوعين او ثلاثه
اكو صار تسريب او بيانات اسمها The Mother of All Breaches، ام التسريبات. هذا طبعا كان تسريب بيانات اكثر من 20 مليون حساب عراقي لمختلف الوزارات. هذا التليجرام هاي بال 2015 تم تسريب اكثر من قاعده بيانات من ضمنها البطاقه التمويليه وبطاقه واسي سيال وزين واضافه الى عده قواعد بيانات. وتم استخدامها على التليجرام عن طريق موج تكتب الاسم الثلاثي وتظهر معلومات. هذا مصطلح من جماعه الامن السبراني وهم اللي يعملون في المجال الامن السبراني يقول احنا نحتمل في بعض الاحيان في المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه نحتمل شخص نسميه الهكر الاخلاقي. نعم. هذا الهكر الاخلاقي هو يدخل على المنظومه للمركز او المؤسسه ويشوف وين اكو ثغرات يدلين عليه. بالضبط. بس حاليا في مركز الامن السبراني عندنا فريق مكون من 20 شخص يسوي فحص اختبار الثراء سواء كان للانظمه للشبكات لمراكز البيانات حتى تحصل منطقه ثراء. بالضبط. نجمع الثغره ونعمل نطي تقرير متكامل للجهه المعنيه لغرق الثغرات. لكن هذا العمل للاسف مستمر ودائم. احنا في مركز الامن السبراني مهتمين بتأمين بنى تحتيه الحرجه لوزاره الداخليه فقط. توجد لجنه عليا، اللجنه العليا لاداره الامن السبراني برئاسه الدكتور خالد اليعقوبي مستشار رئيس وزراء الشؤون الامنيه. هذا هو يعني هو المسؤول عن اجراء الفحص الروتيني لكافه مؤسسات الدوله. فريق فرد المركز فريق اصدار هذا. وين وصلنا بهذا الموضوع؟ احنا نقول كل شيء حضرتك قلت ان العراق مقبل على يعني عمل سبراني حقيقي فيما يخص امن المعلومات. وين الخطوات ويتبع قدامنا حتى نقدر نقول احنا وصلنا الى المستوى المطلوب؟ طبعا انا طبعا خمس رحلات الماجستير والدكتوره من الولايات المتحده الامريكيه في مجال الامن السبراني. والحمد لله الشكر يعني الله وفقني الاول على الجامعه وبحوث مشهوره في مؤتمرات ام اي تي الى اخره. فاول ما رجعنا للبلد 2019 قدمنا خارطه طريق متكامله في مجال الامن السبراني، تضمن هذه اولا اجراء السياسات، انشاء استراتيجيه الامن السبراني، اطلاق دراسات بكالوريوس وماجستير في الامن السبراني، اقامه مؤتمرات. فاحنا حاليا بصراحه حاليا في مرحله تطبيق استراتيجيه الامن السبراني. اول فقره بالاستراتيجيه انشاء كيان مدني مستقل. ما يعني بالامن السبراني، المركز الوطني للامن السبراني. هذا حال بقيه الدول المزارعه. احنا مركز اقل من هي لان هي تصير مستوى وزاره وقد يخضع المحافظه، فاحنا نريد مستوى مركز صراحه. نعم. او ليس خاضع للسياسات اللي نعم اللي تحت. جيد. نروح لمركز كوم. نعم. مركز الامن السبراني في وزاره الداخليه تاسيسه عمل شنو بالتحديد؟ كانوا الناس اللي موجودين طبيعه تخصصاتهم، شلون تم التقائهم وبشرتوا بهذا العمل؟ تمام. تم انشاء المركز الشهر الثاني سنه 2023. تم التركيز على ثلاث جوانب. الجانب الاول هو سيتم انشاء مركز بيانات متكامل في وزاره الداخليه. مهمه مركز الامن السبراني مراقبه وحمايه هذا المركز البيانات. تم انشاء لاول مره سوك سكيورتي اوبريشن سنتر مركز عمليات امنيه. هذا طبعا مهمته 24/7 يراقب مركز البيانات. وسيتم اطلاق سوك اي سيرفيس في وزاره الداخليه بانه احنا نكون مسؤولين عن كافه الادوات من سيم سوليوشن ثور اي دي ار ان دي ار ثريت انتليجنس. راح تكون مسؤوله عن حمايه كافه مراكز البيانات في وزاره الداخليه. هذا ان شاء الله يتم شهر بعد عده اشهر ان شاء الله يتم اطلاقه. احنا بما انه موضوعنا هو التحديات والمعالجات في مؤسسه الامن الاستقرائي، بدي اعرف من حضرتك التحديات على مستوى العراق وايضا التحديات على مستوى وزاره الداخليه عملتكم بالتحديد. تمام. التحديات بشكل عام بالعراق هو اولا عدم استخدام انظمه تشغيل مرخصه وبرامج اوفيس وبرامج اخرى غير مرخصه. طبعا هاي مشكله عظيمه لانه عمليه العملية الحالية لتفعيل أنظمة التشغيل وبرامج الأوفيس عن طريق التراك. هذا التراك يسوي شغلتين، يعني الشغلة الأولى يفعل نظام التشغيل وبرامج الأوفيس، الشغلة الثانية يحتوي على تشكيل اسمه ريد لاين ستيلر كي لوجر. هذا أنت ايش تكتب حاسبتك عن طريق الكيبورد يتم إرساله للشخص اللي مسوي التراك. هاي مصيبة يعني لما تطبع على الفيسبوك تكتب يوزر نيم وباسورد راح ترسل للشخص. يعني حاليا معلومات 20 مليون عراقي على مواقع التواصل الاجتماعي موجوده اونلاين. يعني ما عنده خصوصيه. هذا بسبب استخدامنا لانظمه تشغيل غير مرخصه، برامج اوفيس غير مرخصه،
هذا بدأ التحدي الأول بأنه يعني نصر ثقافة نصر ثقافة أكيد المعالجة هذه النقطة إحنا لازم أولاً نستخدم أنظمة تشغيل برامج أوفيس مارس شو نوع المجتمع أغلب الناس وهم يعرفون هذا الموضوع نعم مثلاً إحنا في حاسباتنا نظام تشغيل الويندوز مثلاً 10 أو 11 لازم نشتري الكي وليس نفعله عن طريق الكاك والكي أكواب مواقع على التواصل الاجتماعي مثلاً أوريجينال سوفتوير يعني بيع 10,000 دينار فالموضوع مو مكلف بس نصف شوية تخصصي يعني ما يوعد يقدر يتكلم هذا الموضوع أو يستوعب هذا الموضوع هو الموبايل أو الحاسوب هو بيتأغلب وهي الشكل الأساسي هي قلة الوعي بهذا المجال إحنا لأنه دم نستخدم هاي الأطراف الجاهزة أو كذا دم نصارف هاي المشاكل الأوفيس أيضاً مايكروسوفت أوفيس سعره ما يتجاوز 25 دولار 25 دولار هذا لو اشتريته راح تكفي نفسك لانه الكراك اللي تعمل لمايكروسوفت اوفيس ايضا بيرد لاين ستيلر ايضا يسرق كل ضرباتك بالكيبورد يعني لما نطب على موقع ايميل مالتك تكتب زي ما باسورد راح يسرقها لما نطب على فيسبوك على انستغرام على اي مواقع تواصل اجتماعي راح يسرق الكريدنشلز اذا ما باسورد فهذا التحدي الاول الثقافه التحدي الثاني هو التخصصات الماليه يعني الامن السيبراني مو يعني مكلف يعني احنا اذا تذكرون منحه 300 دينار زمن كورونا ردنا نطلق موقع الكتروني نجمع معلومات المواطنين المستحقين للمنحه لمده شهر واحد استضافه وتامين الموقع بالكامل وما يسقط ضمان ما يسقط جد برايك كيف هذا الشهر الواحد من حمايه مليون دولار مليار ونص فموضوع الحمايه مو بتشيل هين ولا بتشيل البسيط بس مع ذلك اذا تم تطبيق هذه السياسات الثلاثة سياسة الأنظمة العامة في تصميم الأنظمة سياسة مراكز البيانات في تأمين مراكز البيانات سياسة المكتب العامل لتأمين المحطات الطرفية ما راح نحتاج نصرف هاي المبالغ الضخمة يعني راح نشتري مثلا تحديات على مستوى العراق نعم تحديات على مستوى وزارة الداخلية تحديات على مستوى وزارة الداخلية يعني الكثير من الجريمة المنظمة التي تحدث على أرض الواقع هاي أيضا تحدث وين في الدارك ويب احنا كنا نستخدم الانترنت لما تكتب الجوجل فالكلمه دلاليه تبحث عنها هذا راح يكون في الطبقه الاولى بالانترنت لما تدخل على موقع الكتروني يطلب يوزر نيم وباسورد لما تطلع البيانات دي هاي الطبقه الثانيه الديب ويب الدارك ويب لا طبقه اخرى بالانترنت يعني نقدر نسميها مثل السوق الغير شرعي او الخدمات غير شرعيه هذه كلها في شوية الصوره المظلمه نسميها بالضبط هذا هذا طبعا احد الاستخدامات دي مثلا يعني حاليا اكو مخدرات اكو اتجار البشر بيع الاطفال يتم على مستوى دولي ولكن ايضا يعني في الطبقه الثالثه هذا الطبقه الثالثه هاي مصيبه يعني تلقى مثلا من زمن كورونا هاي الصفحه تلقيت شخص صيني او بدايه كورونا شخص صيني يبيع تكرم اللعاب والدم مالته فشوف دول الاتحاد الاوروبي دول اخرى بيشترون من عنده فدول يشترون ويشترون عن طريق المصاعد عن طريق الأخرى وسائل أخرى مقصد كلامي أكو ناس مرضى كثيرين على وجهة الأرضية دول عندهم فلوس يستخدم والدارك ويب يعني اللي يشتري والبائع ما يقدر يكشفه يعني يستخدم عملة رقمية ما مربوطة ببصرة ما مربوطة شنو طبيعة العملة اللي هو عملة رقمية من بيتكوين وجماعته فهذا شو مشكلته ما بيها مركزية يعني ماكو بنك مركزي أو حكومة تقدر تتبع الأشخاص اللي يبيعون واللي بيشترون وكثير من الأشياء الممنوعة لا أتحول لجمهورنا الكريم يجي بالي سؤال مرات إنه ينشر منشور معين هذا المنشور يعني أحاول إنه قد يعني أرسل رسالة إنسانية للمجتمع لكن ورا شوي ألاقي إنه جاء التحذير والمنشور محذوف ومتوقف آني من اللي جاي يتحكم بالمنشورات اللي تخص العراقيين أول شيء هو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً. مواقع التواصل الاجتماعي هذه مو تقسيم الحكومة العراقية أو العراقيين. يعني مثلاً المنصات المشهورة تابعة شركة متى مثلاً. شركة متى عندها فيسبوك، عندها واتساب، عندها انستغرام إلى آخره. أكو مثلاً عندنا تليجرام تابع لهذا الشخص الروسي. فكل منصة وسائل التواصل الاجتماعي هذه إحنا لازم نخضع للشروط مالتها. يعني مرات أشياء ما تلائم مجتمعنا. ولكن ضمن الشروط يتلائم حسب قوانينهم فاذا هم عندهم قوانين خاصه بس هو برفض لما المنصه مالته تشتغل في بلدي بيشتغل في بلدي فيسبوك مثلا والواتساب هو يربح ولا ما يربح
يربح أكون أنا أيضا أن أكون طرف تفاوضي بدل ما هو وحده يفرض شروط علي إنه أنا أيضا أفرض شروط. ولازم أقول شيء إيرانية عراقية مأمنية بالتفاوض حول هذا الموضوع. أنا أتفق وياك. إحنا خلاص تجارب الآخرين. أنا أختار عجلة. شوف الآخرين شو يسوون. أحسن حجة تجارب هذا المجال هي تركيا والسعودية والإمارات. في الدول هاي في الدول عندهم مكاتب في دولهم لما يعني في أقوى سيلة تواصل مباشرة أكون نقطة في الصالة الثانية هو أنا بالنسبة لي سوينا حاليا أنا حسب رأيي بين الناس تكون أكون نقطة في الصالة الثانية طبعا يعني نقطة الصالة الثانية هاي تكون تابعة لهيئة إعلام الصالات وليس الجهة الأمنية مباشرة الجهة الأمنية حاليا تتعامل مع مذكرة فاضي يعني أكو تواصل إذا أكو مذكرة فاضي من جهات أمنية نعم. كل واحد عنده وظيفته مثلاً جهاز الأمن الوطني وظيفته تختلف عن جهاز المخابرات أو جهاز المخابرات يختلف عن عمل مستشارية أو جهاز الأمن أو مستشارية الأمن القومي أتفق وياك 100% بس في حال هاي الشركات فتحت مكتب عندك في العراق راح تنحل هذا المشاكل كلها هذا قصدي وعلي تحسن المضمون هو هذه فتحت هذه المكاتب فهذا الآن اليوم إذا عبر هو. عن نصر ل جندي عراقي سواء شرطي عراقي او شخصيه بالحشد العراقي حتى توصل وعيها لكتابه شخصيه وهو موقف حقيقي بدل ما يوقف ويتوقف قضايا ابدا في حمله. اتفق معك 100% كامل بس انا اللي اقوله لازم يتم عن طريق جهه مدنيه اللي احنا عندنا هيئه اعلام وصلاح تجيبهم تفتح مكتب العراق لها تمام بعدين الجهات الامنيه بامكانها التواصل مع هذا المكتب او مع هيئه اعلام وصلاح ما يكون اتصال مباشر بين الجهه الامنيه ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا أترك الوقت المتبقي للجمهور الكريم اللي عنده سؤال معين قبل الصف. مايك. كم مايك؟ شباب؟ ها شباب. أكو واحد يبغى مايك. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أكو بس خل الدقمة خلي بس هالدقمة السلام عليكم. عليكم مدرس مساعد نجاح العلي كنت أعمل مدير رصد الإعلام بهيئة الإعلام والاتصالات وكان عندنا مشكلة بلجنة حجب المواقع الإلكترونية بسبب بوابات النفوذ الإلكترونية أنا عرفت اللجنة لحد 2021 فبوابات النفوذ الإلكترونية بعد هي يعني موجودة عند العراقيين لو بعد هي عند دول الجوار لأن هاي مشكلة أمنية ثغرة أمنية كل شيء يعني لازم تحتاج إلى معالجة أتمنى الإجابة من جنابك الكريم شكرا جزيلا طبعا هذا السؤال جدا مهم فيما يتعلق البوابات الإلكترونية هاي بشكل مختصر إن أنت لما يدخل العراق لازم يكون يتم عن طريق بوابة داخلية في سبيل نقدر نعرف كل الحركة المرور للإنترنت داخل العراق. طبعاً حالياً وزارة الاتصالات أكملت إجراءات التعاقدية من أجل إكمال وصول كافة النقاط الحدودية وجعلها شبه مركزية. إحنا على شبه إكمالها إن شاء الله قبل نهاية السنة. السلام عليكم. حيدر عمشان الصحفي تحية لك دكتور وتحية للأخ والزميل صبيح المرياني. بودي أن أسأل سؤال هو نحن مقبلين على تعامل مالي رقمي من خلال يعني توجه الحكومة في هذا الاتجاه كيف لنا وكيف للمواطن أن يؤمن هذه البطاقات من الاستغلال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة شكرا لك. طبعا السؤال جدا مهم حاليا أنا أقدر أجيب جهاز أخلي بجيبي على بعد 10 متر شوف واحد عنده بطاقة مصرفية أقدر أسرق معلوماته هذا بس أطمنكم يعني بشكل مختصر لازم تروحون يعني أكو هواية محافظ هي الفكرة الأساسية بأنه إحنا بصراحة عندنا قلة وعي بهذا المجال بالدفع الإلكتروني بطاقات إلكترونية يعني برا بالخارج أكو نوعين بطاقة بطاقة ديبت وبطاقة كريدت احنا هسه حالياً بالعراق اكثرهم دبت لانه عندك 1000 دينار تقدر تصرف 1000 دينار المشكله اذا سالت الكريدت اذا ما عندك فلوس تقدر تشتري يعني كانه بدهم وهي مصيبه لان سرقتها سهله لان انت ما عندك فلوس اقدر اسرق منك عدد غير محدود من
أموال. نرجع للسؤال، فإذا إحنا لازم أول فقرة نسويها نحمي البطاقة. أكو واحد بالمولات، أكو يبيعون محفظات بيها نوع من الحماية، مكتوب حماية من الإنفراريد، حماية من 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 التلصص، من التجسس إلى آخره. لكن بطاقة مكان خاص بالمحفظة لازم تخلي دي بطاقة مصرفية. إذا البطاقة مو موجودة بهاي المكان نقدر نسرق المعلومات الموجودة بالسيمكارت. فلازم يعني لازم أول فقرة هذا جهاز بسيط على بعض الأحيان مثلاً أشوف واحد موجود بالغرفة حالياً أقدر أسرق كل معلومات البطاقة. جهاز بسيط خلي بجي لا طفت ولا بعد 10 متر تقريبا تمام؟ فموضوع شوية خطير لازم شوية يعني هو المفروض بس الخطوة أسرع بعد إلى أنواع المجتمع والتقدم من كل المفروض ما مجبورين على هذا الشيء. لا احنا ما نريد نوقف العمليه بس اقلها هاي حملات توعيه تنفع. وهي المردود عكس. احنا عندنا شنو مشكله مثلا اصحاب الكيكات اصحاب الكبار بالعمر حاليا حتى باستلام الراتب بينطي كلمه السر مالته. وهي مصيبه اخرى يعني اسال مثلا اذا اسرق معلوماتكم بس هي لحد الان دكتور العزيز يمكن ما سمعت اليوم من اهم واحد سرقه ال لا لا موجوده حالات نادره جدا موجوده حالات موجوده حالات محدوده بس هي راح تزداد بسبب قلة وعي الأشخاص تمام؟ لازم يعني لازم أنت مثلاً هذا كلمة السر ما حد يعرفه أي شخص يعرف كلمة السر وعند البطاقة راح يقدر يسحب مبالغ مالية اللي يسرق فقط المعلومة عن طريق هذا الجزء يقدر يشتري أونلاين فقط ما يقدر يسحب فلوس تمام؟ هذا الفرق واضح الشغلة الثالثة لازم تفعل بأنه كل عملية تطلب من البنك كل عملية دفع تجي رسالة OTP on time password تواصل عليها يلا يترفع المبلغ هاي طبعا جدا مهمة أغلب البنوك العراقية ما موصلها خدمة هي تطلبها من عندهم هذا خدمة حلوة إيه هاي ممكنة بس لازم تطلبها من البنك يضيفوها بالنظام مالتهم أنا أشكرك جدا دكتور والعميد الدكتور حسن هادي جديد مدير قسم الأمن السيبراني في وزارة الداخلية شكرا لك وأنا أشكر منصور لجمهورنا والحضور الكرام على طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله